صابر من الرياض، تفضل صابر. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير، الله يحفظك. السلام. تفضل الله يحفظك. بالنسبة هل هناك سن محدد لدخول الأطفال في المساجد؟ في سن محدد يعني، وهل في دليل على أن لابد يكون في سن محدد لدخول الطفل المسجد؟ طيب شكرا يا شيخ صابر، بارك الله فيك. هل هناك سن محدد لدخول الأطفال إلى المساجد؟ وأيضا ما حكم من يمنعون المساجد في الصف الأول يا شيخ صالح؟ الأطفال على قسمين، الأطفال المميزون هؤلاء يؤمرون بالصلاة ويحضرون إلى المساجد ويضبطون عن العبث ليتعودوا الصلاة مع الجماعة ويتعودوا احترام المساجد والحضور مع المسلمين. أما من دون التمييز فلا يحضر إلى المسجد إلا عند الحاجة، إذا كان يخاف عليه من الضياع فإنه يحضره وليه معه ويضبطه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في إحضارهم حفاظا عليه حفاظ عليهم إذا كان في إحضارهم حفاظ عليهم مع ضبطهم فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يعني ما هناك سن محددة يا شيخ لدخولهم يا شيخ صالح؟ سن التمييز لسبع، هذا يشرع دخولهم وصلاتهم مع المسلمين. طيب. وأما دون التمييز فإنهم يحضرون للمحافظة عليهم إذا خيف عليهم ويضبطهم وليهم. نعم.